نجم الدين كريم لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة والارتقاء بها وإنهاء معاناة المواطنين في هذا المجال. وكشف مدير توسيع كهرباء كركوك عن أن الدعم الكبير والإشراف المستمر للدكتور نجم الدين كريم أسهم في تجاوز العديد من العراقيل والعقبات التي كانت تعترض سبيل الارتقاء بواقع الشبكة الكهربائية في كركوك. كما أشاد مدير دائرة توزيع كهرباء كركوك خلال ندوة أقيمت في البيت الثقافي اليوم بدور فضائية كركوك واصفا إياها بالأفضل في تغطية أخبار ونشاطات دائرة الكهرباء في كركوك. هل قد حسن تابع التفاصيل؟ أقام البيت الثقافي في مدينة كركوك اليوم ندوة توعوية عن كهرباء كركوك بين الواقع والطموح، والذي حضره مدير توزيع كهرباء كركوك الذي ألقى محاضرة بهذا الشأن لصحفيين وإعلاميين وعدد من ناشطي منظمات المجتمع المدني. أوضح فيها بأن واقع الكهرباء في كركوك اليوم يختلف عن باقي المحافظات العراقية الأخرى الذي يتجه نحو الأفضل، مشيرا إلى أن الفضل يعود للدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك. واقع كهرباء في كركوك يعني أعتقد كل المواطنين يعرفون كل زين هسه حاليا أحسن من بقية المحافظات العراق ويمكن حتى أقليم كردستان. إحنا العمل اللي جاي يعني نشتغل ونعمل جديا في مديرية توزيع كهرباء كركوك نتيجة الدعم المتواصل من قبل محافظة كركوك والمتمثل صراحة سيد المحافظ والرئيس المجلس وأعضاء المجلس ولجنة الإعمار في المجلس. مدير توزيع كهرباء كركوك الذي تم تكريمه خلال الندوة بدرع خاص من وزارة الثقافة العراقية لجهوده القيمة في أداء عمله قال: بعد المصادقة على مشروع زيادة حصة البترودولار ستكون حصة دوائر الكهرباء أكثر من العام الماضي، وبالتالي لنا مشاريع طموحة سنتجاوز فيها العقبات وتدليل الاختناقات الحاصلة في بعض المناطق في المحافظة. بعد ما صارت المصادقة على يعني $5 لكل برميل بالتأكيد راح يصير ميزانية المحافظة 5 أضعاف، وبالتالي راح يكون التخصيص لدوائر الكهرباء أكثر من العام السابق، وبالتالي راح يكون هناك احنا صراحة مشاريع طموحة في تذليل العقبات وخاصة الاختناقات الموجودة على الشبكات الكهربائية من 132 كيفي إلى 33 وإلى 11. إعلاميون وصحفيون أشادوا بالدور البارز لمحافظي كركوك في تحسين واقع الكهرباء في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بل أن كركوك أصبحت نموذجا يحتذى بها بين المحافظات العراقية الأخرى في كافة المجالات. كركوك شهدت في الفترة الأخيرة خلال السنتين المصرمتين تطور كبير في هذا المجال، وهذا هو حقيقة إنجاز يحسب إلى السيد محافظ كركوك والسيد رئيس مجلس المحافظة وأيضا إلى الشركات التي عملت في هذا القطاع، حتى أصبحت كركوك نموذجا ربما يحتذى به من قبل باقي المحافظات. السيد المحافظ وضع خطة لتكون في محافظة كهرباء محطة كهرباء خاصة تزود كهرباء بما يكفيها من الكهرباء حتى لاحظ المواطن أنه ترجع الكهرباء 24 ساعة مثل السابق، والحمد لله احنا بهذا الموسم نلاحظ أنه الكهرباء مستقرة. بجهود المحافظة وخصوصا السيد المحافظ نشكره شكرا جزيلا، ونلاحظ استمرارية الكهرباء سنة على سنة تتحسن، والواقع في كركوك دا يتغير نحو الأحسن والظروف نحو الأحسن، وتروح إلى كل بيت الحمد لله والشكر هسه إنارة مالته حلوة واضحة وكهربائية مستمرة، وظروف الشوارع وظروف الإنارة وانت تمشي في الشوارع كلها على أحسن حال. حسب مراقبين أنه فيما مضى كان واقع الكهرباء في كركوك في أسوأ أحواله، ولكن الآن عملت إدارة كركوك ولا تزال تعمل على خدمة أهالي المحافظة حتى تصل إلى طموحها، وهو أن توصل الضوء إلى أبعد نقطة في المحافظة على مدار 24 ساعة في اليوم. هلقوت حسن، فضائية كركوك. على صعيد متصل، قررت إدارة ومجلس محافظة كركوك تحديد سعر الأمبير الواحد للكهرباء المجهز من المولدات الأهلية